مشاهدينا أهلا بكم. ما زال الخطر قائما في تركيا، فلم يتوقف الأمر عند الزلزال المدمر الذي وقع يوم الاثنين الماضي، بل استمرت التوابع والهزات الأرضية، وما زالت تركيا بتتعرض لزلازل يومية. ولم يقف الأمر أيضا عند تركيا فقط، بل شهدت دول أخرى وقوع زلازل مؤخرا. وفي هذه التغطية هنتابع آخر تطورات الزلزال في تركيا وفي الدول الأخرى. أعلنت تركيا أن هناك هزة أرضية جديدة بقوة 4 درجات تضرب سواحل ولاية هاتاي التركية، وذلك بعد سلسلة من الهزات الأرضية التي نتجت عن الزلزال المدمر الذي وقع مساء الاثنين الماضي. وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الثلاثاء إنه سيتم نقل 9 كتائب كوماندوز من غرب تركيا و4 من قبرص إلى مناطق الزلزال للمشاركة في أعمال الإغاثة. وأكد أن نحو 7500 من أفراد القوات المسلحة يواصلون العمل في منطقة الزلزال، وسينضم إليهم 1500 عنصر آخر اعتباراً من يوم غد الأربعاء. وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الدفاع التركية فتح القواعد العسكرية في المدن التي ضربها الزلزال لإيواء المدنيين. كما أكد الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة أن تركيا تعرضت لأقوى زلزال على مدار تاريخها، وعن احتمالية حدوث تسونامي كما قال البعض. فقد أكد أستاذ الجيولوجيا أن التسونامي يحدث في توقيت حدوث أي زلزال، وفي حال عدم حدوث تسونامي لن يكون هناك تسونامي متوقع بعد نهاية الزلزال. ووضح الدكتور عباس شراقي أن تركيا تعرضت لـ6 زلازل كبرى الاثنين الماضي، وأمس تعرضت لـ80 زلزال، ووضح أن الكتل الصخرية تتحرك وتنزلق، وينتج عن هذا الأمر زلزال وتوابع بعد أي زلزال كبير، مشيرا إلى أن تركيا تعرضت ما بين هذه الزلازل إلى 10 زلازل شدتها تتخطى 5 درجات على مقياس ريختر. وبعيدا عن الزلازل التي تشهدها تركيا منذ يوم الاثنين الماضي، فقد ضرب زلزال مساء أمس فلسطين، وشعر به سكان كلا من رام الله والبيرة ونابلس والقدس المحتلة، وجاء ذلك بعد سلسلة من الاهتزازات في العالم كان آخرها في دولة الاحتلال الإسرائيلي. وقال مدير مركز رصد الزلازل في جامعة النجاح الوطنية بنابلس جلال الدبيك إن الهزة الأرضية كانت على بعد 13 كيلومتر شمال مدينة نابلس على صدع الفرع الكرمل، وجاءت الهزة بقوة 7.3 و4 درجات على مقياس ريختر وبعمق 10 كيلومتر. وأكد مدير مركز رصد الزلازل أن الهزة تصنف من الزلازل الضعيفة، وعادة ما تتعرض المنطقة لهذا النوع من الهزات والزلازل. وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام عبرية أمس بوقوع زلزال أدى إلى تحريك المصابيح والأشياء في المنزل، وفقا لما نقلته عن سكان في القدس المحتلة. وقال المعهد الجيولوجي الإسرائيلي أن قوة الزلزال بلغت 3.5 درجة، وأن السكان الإسرائيليين شعروا بالزلزال في عدة مناطق منها رحفوت وتل أبيب ومدعين وكفار سابا ورامات هاشارون وبتاح تكف. هذه كانت آخر التطورات التي وقعت مؤخرا في تركيا وبعض الدول الأخرى. وفي النهاية بنتمنى السلامة للجميع. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.